كنحلش هذا الدرس بغينا الملف جوج دقائق كنتوصلوا الملف هكا ماشي بهذا الترتيب درنا هاد الجلاله في المؤسسه سير الارشيف صح لا ماشي دابا درنا بالنسبه للشهاده المدرسيه المعلومات متوفره في لابليكاسيون تيرو الا كانت في دار بيان النقاط كنجبدوا الملف كنجبدوا الملف لا اليوم تشهد المؤسسة حفل افتتاح المهرجان الأبواب المفتوحة تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيس التعليم الثانوي التأهيلي بالمؤسسة. هذه الذكرى سيتم تخليدها عبر برنامج غني على مدى 5 أيام يتضمن مجموعة من الأنشطة والندوات، أنشطة ثقافية رياضية، كذلك تكريم مجموعة من الوجوه والأطر القديمة التي ساهمت في أداء رسالتها بالمؤسسة. هذا الحفل هذا وهذا البرنامج يندرج في سياقات متعددة. أولا كاين توجد مبادرة ديال مجموعة من التلميذات القديمة كان أول فوج التحق بالتأهيلي بالمؤسسة سنة 1972. كذلك هذا البرنامج يأتي في سياق الاشتغال مع شريك أساسي للمؤسسة اللي هو جمعية قدماء التلاميذ في إطار مشروع المؤسسة الذي يهدف ضمن أحد أهم أولوياته في حماية الهوية التاريخية للمؤسسة. هذا الاشتغال في هذا المجال توج اليوم بتدشين أرشيف المؤسسة كذلك متحف المؤسسة اللي كيجي كي يرسخ واللي كيحافظ على التاريخ المؤسسة الذي يمتد على مدى يعني سنوات عديدة ضروري من الحفاظ عليها. والغاية الأساسية تبقى هو بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة هو تعزيز روح الانتماء لدى الناشئة، كذلك من أجل استشراف المستقبل ومساهمة جميع الفاعلين والشركاء في الارتقاء بالجودة التعلمات كذلك جودة الحياة المدرسية. نحن اليوم نخلد الذكرى الخمسينية لأول فوج ديال الثانوي التأهيلي، فكانت فكرة تراودنا إلى أن التقينا مع هذا الفوج هذه تقريبا واحد 6 شهور. كانت فكرة سبحان الله بأن ما كانتش بأنه كانت بأن غنوصلوا لهذا المستوى هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى بالتوفيق ديالو حققنا ما كان لا يمكن أن يتحقق. أول حاجة ذكرى الخمسينية، ثم بعد ذلك بأن خدمنا على المتحف الذي المتحف الزمني الذي كيخلد 50 سنة ديال الثانوية زينب، وهذه بادرة على ما أظن بأنها الأولى على المستوى الوطني، لأن باش نجمع الوثائق ومجموعة الأدوات اللي كانت كتخلد وبمساهمة جمعية القدماء لأن تقريبا جميع الجمعيات ديال القدماء ديال الثانويات نوستالجيا تصاور ذكريات إلى غير ذلك. نحن كجمعية القدماء كمكتب مسير الجمعية منذ البداية ارتأينا بأن نرجع إلى المؤسسة ونرد الجميل للمؤسسة وللأطر الإدارية والأطر التربوية ولمن علمونا، فكذلك فغيكون هذه الأيام أيام تواصلية، أيام مفتوحة أو الأبواب مفتوحة في وجه الجميع من أجل الاطلاع، وهي أنشطة حافلة بواحد مجموعة ديال الأنشطة منها غتبدا اليوم بالافتتاح. عندنا غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم يوم الثلاثاء 7 مارس غيكون عندنا نصف النهائي ديال كرة القدم وكرة السلة، ويكون عندنا في العشية ندوة حول الرياضة الرياضي يعني ديال المؤسسة، هو بأن احنا عملنا زي البن في زاوية بين الأمس واليوم كنجيبوا الأطر، دابا هي حاليا مسير نادي أو لا مدرب أو لا ممارس الرياضة باش يعطي القدوة، هو كان من أبناء المؤسسة فهو دابا في واحد المرتبة باش يعطي القدوة نسميتون التلميذ. أنا كل فخر واعتزاز وفرحة بتخليد الذكرى الخمسينية للحصول أول فوج في التلميذات في ثانوية زينب على شهادة البكالوريا. هذه المناسبة كتجعلنا نبنيو الجسور ما بين التلاميذ اللي مروا في ثانوية زينب على مر 5 عقود تقريبا. كلنا فخر واعتزاز بالجميع،
فرحانين بزاف بهذه المبادرة اللي قامت بها جمعية قدماء تلاميذ زينب اللي كتقوم بواحد العمل جبار داخل المؤسسة. كنشكر كل من ساهم من قريب وبعيد. أنا جد سعيدة وفرحانة بزاف بتواجدي مع بهذه المناسبة بهذه الذكرى الخمسينية. وكنشكر رئيس جمعية قدماء تلاميذ سي خليفة بالمشاركة ديالي معهم في هذا الحفل بتنظيم هذا الحفل. وكنتمنى من الله عز وجل أننا نكونوا يد واحدة ونوصلوا إن شاء الله لشي حاجة محسن إن شاء الله يا ربي، والله يوفق الجميع. شكرا. كنسترجع واحد الكلمة كنا كنقولوها من بعد المونديال، هو أن المغربي ما كيعرفش المستحيل، والحمد لله اليوم كقدماء تلاميذ زينب حققنا هذه المقولة على أرض الواقع، وهي بإنشاء هذا المتحف. هذا المتحف هذا اللي هو يعني باكورة أعمال لواحد المدة اللي استغرقت ما يقرب واحد 6 شهور في جمع وثائق جد قيمة اللي كتأرخ المجد ديال هذه المؤسسة، اللي كتأرخ القيمة ديال هذه المؤسسة لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد يعني بحال اللي كنقولوا على المغرب كامل، لأن مجموعة من التلاميذ وقدماء التلاميذ اليوم هم أطر تبارك الله في عدة مصالح في المغرب. وهذا فخر لنا جميعا، فخر للمؤسسة، فخر لجمعية قدماء التلاميذ، فخر لقدماء التلاميذ بالطبع. واليوم الرسالة اللي كنوجهها للتلاميذ، حافظوا على هذا المكسب هذا وحاولوا تزينوه بصور أخرى إن شاء الله إضافية، صور اللي كتأرخ للتتويجات إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم، والمستقبل زاهر للجميع إن شاء الله. اللي كانوا له الفضل بأنهم ربونا وعلمونا، وهذا الخير هذا بغينا يمشي للأجيال اللي ماشي إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا يمكن من دوافع تأسيس جمعية قدماء تلاميذ نفس النجوية من أجل الرجوع إلى المؤسسة ورد الاعتبار للإداري والأستاذ الذي هم تجاه رؤوسنا الحقيقة.